إسبانيا تحسم قرارها بشأن فرض التأشيرة على المغاربة. قررت السلطات الإسبانية حسب وكالة الأنباء الإسبانية إيفي تمديد فرض التأشيرة على المغاربة كشرط للدخول للمدينتين الخاضعتين للاحتلال الإسباني. ونشرت الجريدة الرسمية الإسبانية الخميس المنصرم قرر تمديد العمل بنفس الإجراءات المعتمدة منذ إعادة فتح المعابر الحدودية البرية منتصف شهر مايو المنصرم، وذلك ابتداء من أول أمس الجمعة. وكان سكان إقليم تطوان والمضيق والفنيدق وإقليم الناظور من جهة ثانية يدخلون إلى سبتة ومليليا المحتلتين على التوالي دون تأشيرة، وذلك قبل إغلاق المعبرين شهر مارس سنة 2021 عقب تدهور العلاقات بين البلدين وتفشي جائحة كورونا.